عندنا في الروايات أن أناساً يؤتى بهم يوم القيامة يعطون كتبهم، كتب أعمالهم بأيديهم اليمين باليمنى، ما بها ولا صغيرة من الذنوب، كلها حسنات سيئات ماكو. حتى الملائكة الموكلين بنا يتعجبون، يقولون ربنا هذول أنبياء يعني معصومين؟ الله يقول لا، ما كان عندهم ذنوب؟ الله يقول بلى كان عندهم. شو ذنوبهم؟ ما مكتوبة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. عملنا السيئات والحسنات، يقولون يا ربنا إذن وين سيئاتهم؟ الله يقول إن هؤلاء كانوا يسترون على الناس عيوبهم وأنا أكرم منهم. يا كريم، الله أكرم مني ومنك، يعني أنت إذا سترت على الناس عيوبهم الله يفضحك عن عيوبك؟ لا والله. يقول إن هؤلاء كانوا يسترون على الناس عيوبهم وأنا أكرم منهم.